روايتان متضاربتان والنتيجة واحدة. سد نوفا كاخوفكا يتداعى والمياه تغمر المناطق المحيطة. في الرواية الأوكرانية فجرت القوات الروسية السد وفق زيلينسكي وقادة جيشه واستخباراته. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن التفجير يهدف إلى إبطاء الهجوم المضاد، فيما أكد الجيش الأوكراني أن انفجار سد نوفا كاخوفكا لن يؤدي إلى عرقلة التقدم الميداني لقواته. أما الرواية الروسية فتقول إن القوات الأوكرانية شنت عدداً من الضربات على محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى تدمير عدد من الصمامات وتدفق المياه من الخزانات بشكل خارج عن السيطرة. وقال الكرملين إن الهجوم على سد نوفا كاخوفكا تخريب متعمد من الجانب الأوكراني. ورفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بشدة اتهامات السلطات الأوكرانية لموسكو بالمسؤولية عن الحادثة، وأوضح أن أحد أهداف هذا العمل كان حرمان شبه جزيرة القرم من المياه. ووفق الأمر الواقع المستجد، تداعيات كثيرة نتجت عن أضرار السد. آلاف السكان في أكثر من 80 بلدة على ضفتي نهر دنيبرو مهددون بالغرق، وطلب من المئات مغادرة منازلهم في أقرب وقت. وحذرت مجموعات محلية من الآثار البيئية الكارثية في حال انهيار سد نوفا كاخوفكا بشكل تام، وأوضحت أنه سيجرف الكثير من ضفته اليسرى.